شاء الله تبارك الرحمن. الصراحة الواحد يفتخر عند أخوان مثلكم كذي، يعني واحد وجهه مشقق والثاني يده في الفوفة. أقول أنت وياه استحولوا وجوهكم، كل واحد ريال طول بعرض، شو السالفة صاير؟ خلي حاجه هو الأول يقولك السالفة. أكيد أنا اللي أتحجى، أنت لو فيك ذرة رجولة كان ما شفناك ولا سمعنا حسك حتى. بس أنت وياه. أقول بدر قوم حبيبي، خذ وكفخة، استحلى ويك أنا قاعد يحشموني عاد، شو السالفة؟ واحد فيكم يفهمني. أنا أقول لك أنا ريال مفروض يومين ثلاثة أخذ عمتي وفجر ونروح نخطب الإنسانة اللي اخترتها. الإنسانة اللي أنت راح تخطبها ما قالت لك يا بابا أن أنا ما أدري عن شيء؟ انطر خلي يكمل كلامه. شكم ما فهمت شو اللي صاير، رايح بشوفها ولا أشوف الأخ يتهجم عليها لا وبحديقة بيتهم؟ سجل الكلام اللي قاعد يقوله. طبعا مو صج، إذا بغيت تحكي قول الموضوع مضبوط، لا تحط عليه بهارات، قول حق أخوك العود الحكي المضبوط. ما شاء الله أنت اللي تعرف السنة والأصول، قول لي سالفة من غير بهارات تفضل. حاضر. أخوك الصغير ما حكى لك السالفة مضبوطة. السالفة المضبوطة نفس الحديقة اللي قاعد يتكلم عنها هي لوكيشن مال هيام، فزوجي طبيعي يكون موجود هناك. والبنت اللي قاعد يتكلم عنها بيني وبينها شغل حق الانتخابات. صح. أوكي، إيش رأيك تقول حق أخوك الكبير شنو الشغل هذا اللي يخليك تتهجم عليها وتمسك ايدها بهالطريقه وبحديقه بيتهم؟ بس اسكت. هلا 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 عمتي، شلونك؟ هلا يمه، ايش فيكم؟ احسكم واصل لين اخر السكه. لا لا ما في الا العافيه، تدرين شباب وقاعدين نتناقش، فتدرين شباب صوتهم عالي. الاسرار ما قلتي لي، منو راح يجيب محسن المدرسه؟ هذا شو فيها بعد؟ ما يخالف يما، اسرار تعبان، روح انت جيبه. حاضر ان شاء الله. قلعتك، هذه نهايه التفلسف والعناد الزايد. ان شاء الله الحين مرتاحه اخت شجن. وانا شكو اللي يقول ان انا اللي داقه على اخوه قايلت له حياك تعال طقه. واشو ان حضرتك امس بالليل كنتي معاي وانا شنو نفس الهبله قاعده ترجاك I'm begging you تكفين صعدي جيبي تلفوني. لا ما قلتي له تعال، بس قعدتي ايام وايام تحطين النار يم الغاز وتنطرين الحريجه وعبالك كذي بكل برود انك طفيتيها. شل حكي الماسخريم لا تجننيني. انت عبالك اذا حطيتي لك كلينكسه ولا وديتي الطبيب كذي بتطفين النار اللي ولعتيها؟ ايش تقصدين؟ اللي اقصده ان احساسي كان بمحله. اخوه اللي سحبتي منه كل اللي تبينه يا دوره الحين يسحبك ببلوه، ولا انت ما فهمتي هو ليش سوى كذي؟ أنا ما أبي أفهم ولا أبي أعرف لأن I really don't care. لا حبيبتي لازم تفهمين، الأخ معجب فيك ولما درى أنك خطبتي سوى اللي سواه، وهذا ولا شيء من اللي ممكن يسويه بالأيام الجاية، لأن أنت بوجهة نظرة قاعد تلعبين عليه وهو وأخوه نفس الوقت. الله. لا انت مو من صدقك الحين قاعده، ليش ما لبستي؟ البس ليش وين بنروح؟ واحنا شنو متفقين امس؟ شنو تكلمنا؟ لا ما نسيت، بس مو معناته توقفين قدامي وتحطيني قدام امر الواقع. شلون بالله يعني تبيني اوقف قدامك؟ احطيني بخصري؟ فهميني يا سوسن، ما يصير نروح لهم بين يوم وليله، بالذات اللي سمعته منك ان عيالي وايد قريبين من عمتهم. وبعدين ما عاد فيني حيل اعيش الشعور اللي كنت عايشته مع ابوهم مبارك. سعاد الشعور هذا انت سبته، قبل كان الحاجز بينك وبينهم مبارك والحين اخته. ما تقولي لي بالله شو الحل؟ شو الدبره؟ ما ادري يا سوسن، خلينا نفكر بطريقه افضل. وهم اللي سمعته منك طريقه روحتك لهم واندفاعك. ايش تبين اسوي يعني؟ تبيني اقعد احطيدي على خدي واشوف البيت قدام عيوني ينهدم؟ البيت منهدم من زمان. نسيتي يا سوسن شنو احنا سوينا بوحيده قبل؟ ها نسيتي؟ ما تتوقعين اذا رحنا لها ايش راح تقول وايش راح تتكلم؟ ايش فيك صاير؟ زين طولي بالك طولي بالك.
انت طولي بالك ما يصير كذي، خرعتيني عليك. ليالي قلت لك ما ينفع. ما ينفع. اصرار بروحه امس اعلانه ونايمه بغرفه محسن. يبا سالفه طويله. اي بس الحين خل امر اليهال بروح اجيبهم من المدرسه. بعدين اذا شفتش راح اقول لك السالفه كلها. يلا. استغفر الله يا ربي. شنو هذا؟ شنو سوي انت؟ شنو هذا؟ يعني انت شنو شايفه؟ فقر حلاوه. ادري حلاوه، احد ياكل هالكميه هذه؟ ما يصير. نور حبيبتي ترى كافي ماما ما خلتني اكل، لا تصيرين نفسها. لا والله، وعشان امك راحت توها صار لها كم ساعه بتاكل اثر رجعي؟ ما يصير، كذي يرتفع عليك السكر مو زين. نور انت قاعد تقلدين نفس كلام ماما، خلوني على راحتي. يا هذه هالماما اللي حاطها شماعه، ما يصير نخليك على راحتك. انت اذا كذي كليت وايد ينومونك بالمستشفى، تبي تنام بالمستشفى؟ لا بس هم ابي اكل. زين انا مالي شغل فيك، انا غداي خلص وبحطه وبصوره حق المتابعين وبروح اخلص اشغالي. ان رديت ولقيت العفسه هذه لعفسك فوق حدر اكثر ما معدتك معفوسه. ذبحتني. كيمو زعلان. ها يكون انت بعد بتسوي لي نفس سالفه اخوك على اساس اني انا ما اشوف وتقول لي هذه سوالف شباب؟ قول لي صاير لك. بدر انا لما شفتك داش علينا وهل هذا بيك اخترعت بغيت اموت. صاير يا يمه صار لك. ادري انك تشوفين وتشوفين احسن من الكل بعد، والدليل بعد النظر اللي عندك وكلامك عن بشار. بشار شكو؟ شنو انت شفتي راسي وما شفتي ايد بشار؟ الصراحه والله ما انتبهت. زين قول لي الصاير ايش فيكم؟ اللي سمعتي بشار يسولف وياها واللي كنتي تعتقدين انها هي ممثله مع زوجته او واحده قاعد يصورون ببيتهم هذه شجن. وي معقوله شجن؟ لا مستحيل. بدر مستحيل يعني انك تفكر كذي باخوك. لا يعني ما توصل لهالدرجه والله عيب. شفتها بعيني ماسكها وبحديقتهم قاعد يتهجم عليها. سمعي عمتي اقسم بالله اذا طلع اللي ببالي صح ما راح يردني لا خطه ولا اخوه. ويا ذابح يا مذبوح. بدر بدر تعال، ما اقدر اقف وراك قدام. بدر 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 تعال، ما اقدر اركب.